التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات. تمام يا فندم. لواء أركان حرب أيمن عبد المجيد عبدين قائد الفرقة الرابعة المدرعة اعتبارا من 26/12/2022. التوجيه الطبوغرافي نقطة المشاهدة في النقطة 231 جنوب طريق جنيفا الجديد وعلى مسافة 2 كيلومتر اتجاه الشمال في الاتجاه الذي يشير إليه السهم الممثل باللون الأحمر وعلى امتداده. أهم الطرق الطولية يمين نقطة المشاهدة وعلى مسافة 4 كيلومتر وصلة عبيد والممتدة من طريق جنيفا الجديد شمالا وحتى علامة الكيلومتر 97 طريق القاهرة السويس جنوبا بطول 11 كيلومتر. يسار نقطة المشاهدة وعلى مسافة 8 كيلومتر محور 30 يونيو والممتد من الطريق الدولي الساحلي بمدينة بورسعيد شمالا وحتى تقاطعه مع محور 30 يونيو جنوبا بطول 94 كيلومتر. أمام نقطة المشاهدة وعلى مسافة 2 كيلومتر طريق جنيفا الجديد والممتد من علامة الكيلومتر 43 طريق القاهرة الإسماعيلية غربا وحتى طريق المعاهدة شرقا بطول 94 كيلومتر. وخلف نقطة المشاهدة وعلى مسافة 11 كيلومتر طريق القاهرة السويس والممتد من مدينة القاهرة غربا حتى مدينة السويس شرقا بطول 132 كيلومتر. أوضاع القوات في اتجاه السهم رقم 1 وعلى امتداد شعاع البارق المميز باللون الأبيض والأخضر وعلى مسافة 450 متر تصطف عناصر الدفاع الجوي. تميز يا فندم. تميز يا ايمن. في اتجاه السهم رقم 2 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الاحمر والاسود وعلى مسافة 500 متر تصطف وحدات المدفعية. تميز يا فندم. تميز يا فندم. وفي اتجاه السهم رقم 3 والسهم رقم 7 وعلى امتداد أشعة البيارق المميزة باللون الأزرق الفاتح وعلى مسافة 550 متر تصطف عناصر قيادة الفرقة الرابعة المدرعة. تميز يا فندم. تميز يا فندم. وفي اتجاه السهم رقم 4 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون البرتقالي وعلى مسافة 450 متر يصطف اللواء الثاني المدرع. تميز يا فندم. تميز يا فندم. وفي اتجاه السهم رقم 5 وعلى امتداد شعاع البارق المميز باللون الازرق تصطف عناصر اللواء السادس الميكانيكي. تميز يا فندم. تميز يا فندم. في اتجاه السهم رقم 6 وعلى امتداد شعاع البارق المميز باللون الاحمر وعلى مسافة 450 متر يصطف اللواء الثالث المدرع. تميز يا فندم. تميز يا فندم. وفي اتجاه السهم رقم 8 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الاخضر وعلى مسافة 500 متر تصطف عناصر الدعم من اجهزة القيادة العامة. تميز يا فندم. تميز يا فندم. وامام نقطة المشاهدة مباشرة تصطف القوات الجوية. تميز يا فندم. تميز يا فندم. وأمام نقطة المشاهدة وعلى كلا الجانبين الأيمن والأيسر تصطف القوات بالترتيب من الداخل إلى الخارج كالآتي: القوات البحرية،
القوات الخاصة، قوات إنفاذ القانون، العناصر الطبية. تميز يا فندم. تميز يا فندم. تم تأمين منطقة اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة ضد العدايات المختلفة طبقا للتعليمات والأوامر المستديمة. تمام يا فندم. الفرقة الرابعة المدرعة وعناصر الدعم جاهزة لتنفيذ أي مهمة وبروح معنوية مرتفعة. أي أوامر يا فندم؟ شكرا يا فندم، شكرا.